المشاركة إلا في عزاء الشهداء، وكانت إصابته بليغة، طلق في الرأس. أبى إلا المشاركة. الله أكبر. شفتها بتحكي؟ أنت ليش جيت لهون؟ مشان سقط بشار الكلب. كانت إصابتك بليغة ما؟ إيه. وين كانت إصابتك؟ براسي. ضربة قناص براسي. طلقة في الرأس. لا أحد كان يتوقع أن يعيش. كان كل ذنبي إني عمول الله أكبر. وهلا هذا هو الإرهاب. وهلا شو بتحب توصل رسالة للنظام؟ الرسالة اللي بدي أوجهها للنظام إنه نحن لا نموت ولا نستسلم. نحن إما أن ننتصر وإما أن نستشهد. الله يقويك. ولا تقولوا للذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، ولكن لا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فيفرحون بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله يعافيك. الله يسلمك يا رب. دوما 18-2.